تعرفوا أبو يوسف؟ من هو أبو يوسف؟ مو من نجران، يعقوب تلميذ أبو حنيفة، تلميذ الإمام أبو حنيفة، تولى الإفتاء والتدريس بعد موت أبو حنيفة رحمه الله. يتيم، خرج من بيته، أمه جعلته يعني يعمل عند خياط، وكان وهو يمر يعني بالطريق اللي يمر بالذهاب إلى الخياط، مر يوم من الأيام ورأى درس من؟ أبو حنيف، جلس أعجب الدرس فسار طالب علم بسبب إيش؟ مرور بدرس، بس ما كان ينوي يعني يجلس في الدرس وكذا. فمن غضب؟ أمه غضبت عليه وجاءت لأبي حنيفة رحمه الله وبدأت تتكلم على الإمام وقالت إن هذا يتيم وكذا يعمل أفضل من أن يبقى عندك. قال أبو حنيفة رحمه الله لأمه، لأم هذا أبو يوسف، قال دعيه فإنه سيأكل الفالوذج بدهن الفستق. ما أحد يعرف، أحد يعرف فالوذج؟ دهن الفستق شو؟ أبت الأم عليه، على أبو حنيفة رحمه الله، قال كم يعطيه هذا الخياط؟ قال يعطيه أظن درهم، يعني في الشهر كم؟ 30 درهم. أعطاها السرة فيها 100 درهم وقال اتركي لي طلب العلم. فأخذ يطلب العلم. مات أبو حنيفة وتولى أبو يوسف رحمه الله الإفتاء والتدريس. يوما من الأيام وإذا أبو يوسف عند أمير المؤمنين والله أعلم الرشيد، فقال الرشيد لأبي يوسف، قال خذ هذا الطعام. قال ما هذا؟ قال هذا لا يأتينا إلا فيما ندر، يعني هذا الطعام لا يأتي لمن؟ لأمير المؤمنين إلا في النادر، يعني طعام ليس موجود دائما. قال ما هذا؟ قال هذا الفالوذج بدهن الفستق. فبكى رحمه الله، تذكر من؟ تذكر الشيخ يوم يقول لأمه. فلعلكم بعضهم مار اليوم وصار فرض اليوم إن شاء الله تعالى، صحيح؟ تمام، نبدأ الشيخ؟ ها؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أخذنا في الدرس الماضي تدوم، صح؟ وأخذنا أسباب الإرث، موانع الإرث، الوارثين، الوارثات، أصول المسائل والفروض المقدرة في كتاب الله، تمام؟ طيب، ماتت امرأة هالكة عن، تركت، قال تركت زوج وعم شين، يعني عم ايش؟ شقيق. اخواننا عندنا اهم شيء ترتب المسألة، ترتيب المسألة في الكتابة، كل وارث على السطر، تضع هذا الخط على الخط غير متعرج، مفهوم؟ وتضع هكذا خط، لا بد التسطير هذا، إذا لا تسطر المسألة تسطير صحيح القاضي ممكن يقطع الورقة لك ويقول عيدها من جديد. لأن نحن الآن قلنا دورنا نحن نقسم التركات، والقاضي أحيانا صادق عليها وأحيانا ما يصادق عليها. فيها أحد المشايخ كان عندهم تركة ما شاء الله، لكن تركة مقسمة بالقراريط صعبة شوية، والقاضي ما يقسم قلنا، فهل الورثة تعبوا كل ما يقسم التركة في الخارج ويأتوا بالتركة مكتوبة للقاضي؟ القاضي يقول خطأ. فالورثة قالوا للقاضي يا شيخ قسمها أنت ونحن نعطيك. قال ما أخذ شيء، قسموها. فجاء واحد من المقسمين قال اسمعوا والله أقسم لكم التركة ما يرده رئيس المحاكم، بس أدخل معكم في الإرث لي قيراط. التركة كم قيراط؟ 24 قيراط. يأخذ هو كم قيراط ويبقى للورثة؟ 23 قيراط. قسمها وما ردها القاضي، مفهوم؟
نعم، لكن أنتم لابد تحتسبوا الأجر عند الله سبحانه وتعالى في قسمة التركة. جاءتنا مسألة فيها إيش؟ زوج وعم شقيق، هل يوجد ابن؟ بنت؟ ابن ابن؟ بنت ابن؟ لا. ونحن قلنا إذا كانت عندنا مسألة فيها الزوج، الزوج يأخذ النصف عند عدم الفرع الوارث، الفرع الوارث ابن بنت ابن ابن بنت ابن، لا يوجد، نعطيه إيش؟ نصف. إذن تكتب هنا بجانب الزوج نصف. النبي عليه الصلاة والسلام قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. أول شيء نعطي أصحاب الفروض، وبعد هذا نبحث عن العصب، بقي لهم شيء أعطيناه، ما بقي الحمد لله، مفهوم؟ تمام. إذن هذا العم إيش له الآن؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم الباقي مو النصف، ما هو صاحب فرض هو، مفهوم؟ ألحق الفرائض بأهلها فما بقي باء، إذن هذا له باء، إذا بقي شيء بقي. عندنا قلنا أصول المسائل المتفق عليها اثنين وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنى عشر وأربع وعشرين، أقل عدد من هذه الأعداد يخرج منه النصف 24؟ لا، 12، 6، لا، 2. إذن مسألتنا من كم تكون؟ بين 2، نصف الاثنين والباقي، انتهت المسألة، مفهوم أخواننا؟ في أسهل من كذا؟ لا. مسألة ثانية، زوج وابن معتق أو معتقة، مو مشكلة، يوجد ابن؟ يا أخواننا يوجد ابن؟ اللي يقول يوجد ابن يفسخ النظارة ولا يلبس نظارة، اللي عنده نظارة يشيلها واللي ما عنده نظارة يحتاج في ابن يا شيخ قحطاني؟ ما يوجد. بنت؟ ابن ابن؟ بنت ابن؟ لا. طيب إذا إيش يأخذ الزوج؟ وهذا مسألتنا من نصف وباقي واحد، زوج وابن أخ شقيق، يوجد ابن؟ تمام، لا يوجد. بنت؟ ابن ابن؟ بنت ابن؟ لا. إذن الزوج يأخذ النصف وهذا الباقي، مسألتنا من اثنين نصف باقي واحد، زوج مسألة جديدة وابن قاتل وعم لأب. ها يا اخواننا، ابن ايش هذا؟ وجوده مثل عد، ياخذ صفر ما له شيء، الزوجة النصف صفر والباقي اثنين واحد صفر واحد، مفهوم؟ في اشكال؟ ها، في اشكال اخواننا؟ ما في اشكال؟ بسم الله، عندكم تمارين اكتبوها لي الان، يلا.